رايك في مستوى الطرح للغه للطرح الاعلامي بالعموم؟ ايش رايك فيه؟ والله الاعلام معروف انها يعني من اقوى الوسائل في تثقيف الناس ونشر الثقافه، بل ان الاعلام يستطيع ان يجعل الحق باطنا والباطل حقا. صحيح. في الصوره. صحيح. يعني هذا شيء مفروض، لكن ياتي الدور الان على الاخوه في الاعلام ان يكون عندهم يعني احساس اكثر باهميه اللغه العربيه واستشعارها. لا نعني انه يتكلمون باللغه العربيه مثل ما يكون في المسلسلات التاريخيه. نعم. مثلا وهذه مشكله صحيح. جاف ويشعر الناس بجفافها. صح. ولا تكون عاميه مبتذله، يعني البيضاء بين بين وتكون وتكون محطه للتندر اذا تكلمت بلغه عربيه فصحى. صحيح صحيح. لكن اذا كانت اللغه بيضاء يعني ليس شرطا ان تحقق المخارج الحروف وتحقق يعني الحركات العربيه، يعني عادي سولف. نعم هي سولف. نعم اذا كانت سولف يعني تسمى اللغه بسيطه. نعم. اللغه بسيطه، لغه بيضاء، الناس يفهمونها وتكون وهي فصيحه. يعني اللغه العربيه والله عرب. اسهل مما يتوقعه الناس. صحيح والله اسهل، سواء تحدثا او كتابه هي سهله جدا، ولكن بعض الناس يستصعبها لانه يفكر في المسلسلات التاريخية. صحيح. ويعتقدون هذه هي. وهذه يظنون هذه اللغة. وهذا للأسف دور الإعلام أيضا في الصورة الذهنية عن اللغة العربية. صدقت. حتى كان التواصل بينهم في القديم يعني لم يكن بهذا الذي يظهر. وماذا عنك؟ نعم المسلسلات التاريخية ليس هذا هو التواصل بينهم، يعني كان بلهجاتهم ووسائلهم السهلة اليسيرة. أستاذ احنا نبي الحين الفترة هذه يعني شو كيف نوصل او نحبب اللغة العربية للصغار؟ اللغة العربية طبعا فرد. انا اشوف يعني الصغار الحين ما حد ما في اي احد من الصغار يعني تلقاه يتكلم اللغة العربية. دور هنا ياتي الدور الابرز على التعليم والاعلام. يعني كلمتين متجانستين. والوالدين. التعليم والاعلام هو اهم شيء، تاثير التعليم والاعلام اكثر من تاثير الوالدين على الطفل. فاذا نشا الطفل في المدرسه يتكلم باللغه العربيه الفصحى هذا سيؤثر عليه في تعامله في حياته العامه مع والديه. و يعني في بعض المدارس يطبقون هذا المنهج، يعني خصوصا السنوات الاولى من الدراسه، يعني الصف الاول، الصف الثاني، الصف الثالث، يطبقون اللغه العربيه الفصحى، فتجد عند الطالب ملكه لغويه كبيره بعد ما يكبر. جداً. وهذا يؤثر على مستواه. كذلك الاعلام، اذا كان الاعلام يعرض الاشياء الجيده والاشياء الخفيفه السهله، واللغه العربيه مشكله اكثر الناس يظن ان اللغه العربيه اعراب. نعم. يعني مباشره. صحيح. يذهب ذهنه الى الاعراب اذا اللغه العربيه ذهب الى النحو والصرف. لا اللغه العربيه اكبر من ذلك واوسع. الاعراب مهم، الاعراب مهم، وهذا يمكن ما جعل فجوه بين. نعم. الناس واللغه العربيه يعني يظنون ذلك، ولكن اللغه العربيه فيها مفردات، فيها فوائد، فيها اشياء كثيره. يعني حتى في القران الكريم عندما تقرا يعني وانت تقرا ينبغي ان يكون لا تفكر مثلا في الاعراب ولا هذا اعراب الكلمه، لكن فكر في جماليات اللغه العربيه فيها، مثلا في التقديم والتاخير. يعني لو في مثلا في قوله تعالى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرا واناثا، سؤال هنا يتبادر للذهن، لماذا قدم الاناث واخر الذكور؟ لماذا قال إناثا بلا أل التعريف وقال الذكور بأل التعريف؟ سؤال يتبادر إلى ذهن الشخص. هنا ابن القيم نبه إلى هذه القضية فقال قدم الله سبحانه وتعالى الإناث بالتنكير، فكأنه قال له يقول للعرب المؤخر عندكم في الجاهلية هو مقدم عندي في الإسلام. المؤخر عندكم في الجاهلية هو مقدم عندي، نوع من التكريم. إيه نعم للمرأة. تكريم مرأة. إيه نعم المؤخر عندكم. وليجبر كسر أو يجب خواطر الذكور ماذا فعل؟ بالتعريف. بالتعريف ونكر الإناث. هذه الجماليات في اللغة العربية لا ليس لها علاقة بالإعراب، ولكنها جماليات لو أحد يعني تحسسها وفعلا نظر فيها لاستشعر. كذلك مثلا قسم وقصم، وش الفرق؟ لماذا نقول القشة التي قصمت ظهر بعير؟ لماذا نقول قسمت؟ لأن السين أخف من الصاد، السين أخف من الصاد، فجاءت الصاد بالقوة لأن ظهر البعير قوي فيحتاج إلى الصاد. قصم. القوة قسم. لكن الشيء مثل البسكوت قسم مثلا. نعم قسم كذا إذا كان شيء خفيف، قسم الورقة لأنه شيء خفيف. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.